سينطلق التباري الآن. انطلقت المنافسة الآن. انطلق التباري. 90 عن طريق حركة تويوشاكي لوقي الصدر. سجلتهم اللاعبة التي من النيجر. التباري لا زال مستمرا على مستوى التطبي. ممتاز. دائما البحث بحركه من الخلف التي تسمى بطوليو تشاكي، وهي حركه مباشره بالرجل الخلفيه. فيما هناك اعتراض لعيب عن طريق الرجل الاماميه من طرف اللاعبتين. ممتاز. ثم نفس الفوارق التقنيه التي كانت بين نادا والمنافسه التي من غانا، هي نفس الفوارق التقنيه الموجوده بين لاعبه النيجر ضد النيجيريه. شينازون بوسو. صفر. جميع الحركات سجلت للرجل الخلفية سواء على مستوى واقي الرأس أو واقي الصدر. استمرار في التباري والتنافس ايها الاحبه الكرام من خلال معاينه التايكوندو الافريقي عبر القناه الرياضيه. نواكب واياكم هذا الحدث، ونواكب ايضا هذا الطموح من جانب المغرب ومن جانب الابطال المغاربه الذين يقدمون انفسهم بصوره جيده. الحضور حضور قوي، المشاركه والمتابعه جيده ايضا من جانب ندى العرج ومن جانب أشرف محبوبي وفي الأمس من جانب أميمة بوشتي. شاهدوا هنا شو عمل المحاولات بلوك طريقة شوك شاكي من الوسط. نعم شو عمل ضربات ممتاز. رجل أمامية ممتازة. حركة تويوشاكي مرة أخرى على مستوى واقي الرأس. يتبقى من المنافسات جوج ديال النزالات المتبقية، يعني شوفوا هذه وعند هاد النزال هذا ويتبقى جوج نزالات الأخرى متبقية لحسم شركة. أو لحسم هذه الفترة المسائية. إصرار مرة أخرى تسجيل النقاط. عندنا 19 مقابل 2، فارق كبير بأنه فعلا فارق كبير. Yeah.
قوية. من دولة النيجر سيدا المقابلة لا زالت تسجل مجموعة من النقاط 21 مقابل 2 في المنطقة احترم في هذا الوزن والمرشحتين الأولى والثانية اللي هي ندى العرج والبطلة تيكيات بين كلتاهما كلتا البطلتين اللي تأهلتا إلى الألعاب الأولمبية. مرة أخرى نتابع وياكم مشاهدينا الكرام ما يقع على مستوى التطامي بعد أن واكبنا طموحات والمحاولات العديدة21 مقابل 4 او 23 مقابل 4 الان كتعني مجموعه من الاشياء. نفس المسار كبير جدا على المستوى الامكانيات والمستوى التقني بين البطلتين. زلنا نتابع وإياكم فرق كبير على مستوى النقاط.
مازال تحدي الفيديو. انتظار لمعرفة كيف ستكون المنافسة. كات بن واتشينا زوم نوسو في صراع مستمر، ولو ان الامور يعني صراحه ما كانتش سهله اطلاقا